أنا كنت بقعد بين الناس أحكم بين الناس، والحمد لله ربنا تابع علينا إن شاء الله مش هنعملها مدى الحياة حتى ألقى الله. خدت عهد بيني وبين ربنا ما أحكمش حتى بين عيالي، لو عيالي جم وقالوا لي يابا احكم بيننا أقول لهم احكموا عند حد غيري. خلي بالك، سيدنا الإمام ابن الجوزي، سيدنا الإمام ابن الجوزي رضي الله عنه وأرضاه ذكر قصة، والإمام ابن الجوزي كان نفسي أكلمك عنه هو شخصيا بس بعدين. خليني أقول لك إن القصة اللي ذكرها الإمام ابن الجوزي، لأن قصص الإمام ابن الجوزي لها تعليقات معينة، فخلينا أقول لك على حاجة قالها الإمام ابن الجوزي في أحد كتبه. بيقول الإمام ابن الجوزي: كان في بلدنا قاضي يحكم بين الناس لوجه الله. يعني تروح له تقول له احنا عندنا مشكلة في البيت بيني وبين الست، ولا بيني وبين العيال، ولا بيني وبين جاري، فرجل يقول لك هات لي جارك ولا هات لي الست او انا حاجي لكم، وقعد يحكم بينهم ليه؟ لوجه الله. لا بيأكل ولا بيشرب ولا بياخد ولا بودي ولا. فسيدنا الامام اللي هيحكم بين الناس ده، اللي الامام الجوزي بيتكلم عنه النهاردة، ابنه لقى ابوه نايم في الفراش مريض، فقال له: يا والدي اعهد الي، عايزك يابا كل ما حد يجي لك يقول لك احكم بيننا تقول له روح لابني، خلي الناس تعرفني كده، فاعهد الي بالحكم بين الناس، عايزك يابا تقدمني للناس كده قبل ما تموت وتعرفني بالناس عشان انا اشتغل الشغلانه دي مكانك يابا. فقال له: يا ولدي. قال له: يابا. قال له: إن أنا مت لما موت وتتركني ساعة دون أن تقول للناس، ما تقولش للناس إن أبويا مات، ثم ادخل علي، اقفل علي الباب، سيبني ساعة، بعد كده خش علي، فإن وجدت وجهي وجسدي لم يتغير فاجلس بين الناس واحكم بينهم. اللي جتني سليم وحلو كده وشي وجسمي سليم، احكم بين الناس. وإن وجدت شيئا في وجهي أو جسدي قد تغير فلا تحكم بين الناس ولو ألحوا عليك وندبوك، لو بسوا ايديك ورجليك ما تقعدش بينهم. قال له: حاضر يابا. بس سيدي ليه يابا بقى؟ قول لي العلة يعني. قال له: يا ابني أنا في يوم من الأيام كنت قاعد قدام الدار، فجاءني اثنين متخاصمين، جاني اثنين متعاركين مع بعض، وقالوا: يا فلان احكم بيننا. وكان بينهم صديق لي، فيهم واحد حبيبي قوي، وأنا قاعد على المصطبة في حتة ظل وفي ريح شمس، فغمست بعيني اليمنى لصديقي أن اجلس في الظل، تعال ناحية الظل أنت. فغمست لصاحبي كده وقلت له: ما تخليك في الظل وسيب الواد ده واقف في الشمس. قال له: خليك في الظل. أنت واخد بالك من الكلام؟ مش قال له: أنت عايز الحاج يبقى كام وتعالى، ها؟ أنت بقى فاهم القصة الباقية، ما هي بقت دنيا منشورة يعني، ما مش عايزها تفصيل مني. أنت واخد بالك؟ غمست له بعيني بس. وإن وجدت عيني قد تغيرت فلا تحكم بين اثنين ولو ألحوا عليك وندبوك. فلما مات ابنه عمل الوصية ودخل عليه فوجد عينه اليمنى قد فقئت، لقى عينه اليمين مفقوتة، ها؟ فختوله عينه هو في الدنيا لسه. فقال ولده لابن الجوزي: والله يا إمام لن أحكم بين اثنين ولو كانوا إخوتي، لو إخواتي ولاد أمي وأبوي ماليش فيه خلاص. شوف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما طلع وراح تبوك، التلاتة دول تخلفهم عن سيد النبي. يقول سيدنا كعب بن مالك اللي هو الشباب ده، بقول: فكنت أمشي في المدينة فلا أرى فيها
إلا منافق معلوم النفاق أو منافق وقد كتم نفاقه سرا. منافق في السر كده قدام سيدنا النبي بوش ومن وراه بوش، أو واحد منافق معروف إن ده منافق زي عبد الله بن أبي والمجموعة اللي هي كانت موجودة، عافانا الله وإياكم ونسأل الله أن يرزقنا قول الحق ولو كان مرا. وحكي الله القصة اللي أنا بحكيها لحضرتك دي مع سيدي حضرة النبي صلى الله عليه وعلى آله، بقول لك إن كان فيه 88 شايفين سيدي النبي ولكن ما طلعوش معاه في غزوة تبوك. التمانية وتمانين دول سيدي النبي ما سألش عليهم، سأل على الثلاثة دول بس هناك. وسيدي النبي قاعد في وسط الصحابة كده في تبوك، ما هو خلي بالك سيدي النبي طلع غزوة تبوك دي وما حاربش فيها، ربنا نصره دون حرب وعاد إلى المدينة. عايز أشرح غزوة تبوك، لكن أنا عايز من غزوة تبوك بس قصة الثلاثة دول اللي جه ذكرهم في سورة التوبة، اللي هم وعلى الثلاثة الذين خلفوا، اللي هم الثلاثة دول. أنت موحد الله ومصلي على سيدي النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ما سألش غير على الثلاثة دول. سأل على مين؟ أين كعب بن مالك؟ أين هلال بن أمية؟ أين مرارة بن الربيع؟ التلاتة دول سيدي النبي سأل عليهم وما سألش على حد تاني. أنت عارف ليه؟ عشان في قلبهم خير. أنت في قلبك الخير ده فتش عليه. طب عايز أعرف الخير في قلبي إزاي؟ بتصلي الفجر؟ بتصلي العصر في جماعة؟ انت بتصلي في جماعة المسلمين؟ انت حالك ايه مع ربنا؟ حالك ايه مع الناس؟ كم واحد بريء اتهمت ظلم؟ اتكلمت على كم واحد؟ انت موحد الله ولا لا؟ عايزك تعمل كشف حساب، اعمل كشف حساب بالمظالم اللي عليك. تعرف سيدنا كعب بن مالك رضي الله عنه وارضاه، سيدنا كعب بن مالك قصته عجيبة غريبة. قصة سيدنا كعب، حب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله حب عجيب غريب. ولذلك أيها الأحبة، لما رجع سيدنا رسول الله آفلا إلى المدينة، الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم الثلاثة هم اللي أصروا في نفسهم إن ما يكذبوش على حضرة النبي. قعدوا سيد قدام سيدنا رسول الله قالوا الحقيقة لحضرة النبي، لم يكذبوا على رسول الله. ومع ذلك كانت النتيجة ايه؟ كانت النتيجة ان الله تبارك وتعالى أدبهم لتخلفهم عن رسول الله. النهاردة وانا بقول لحضرتك ان الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عنهم وارضاهم تركوا أمرا لرسول الله في غزوة أحد فهزمت الصحابة، وهل تركنا أمرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نمر بما نمر به الآن من ابتلاءات شديدة علينا في هذا الوباء الذي ضرب البشرية، الذي أسأل الله أن يرفعه عن مصرنا الحبيبة وأن يرفعه عن البلاد والعبادة وعن البشرية. لقد تاب الله على الثلاثة الذين كان في قلوبهم خير لرسول الله ولله أولا، فلم يكذبوا على الله ولم يكذبوا على رسول الله ولم يقولوا كلمة تخالف الله ولا الرسول. أنت مسؤول عن لسانك ستحاسب به أمام الله تبارك وتعالى. أيها الأحبة،